بنفسهم، ودي حاجة كويسة جدا، بحيث ان هم اول ما يتخرجوا يبقى عندهم سابقة اعمال وجربوا ان هم يشتغلوا مع بعض كتيم وشافوا ايه المشاكل اللي ممكن تواجههم ويعملوا المشروع دوت، وان شاء الله يكون بذرة لمشاريع تانية يعملوها، وان شاء الله اللي هم عملوه ينقلوا التجربة دي لبقية الجامعات ويبدأوا يشتغلوا بيها. التكنولوجيا بما من التكنولوجيات الرائدة اللي غيرت صناعة البناء، وإن شاء الله تكون حاجة أساسية، وإن شاء الله الناس تبدأ تستفاد منها، وإن شاء الله أي جامعة حابة إنها تستفاد هنبدأ نتعاون معاها، والفريق هيبدأ يتعاون معاها، بحيث إن الطلبة لما تتخرج يبقى عندها مزايا تقدر تلاقي بسهولة فرص عمل بإذن الله في شركات كبيرة، وده اللي إحنا بنتمناه. طبعا يعني أشكر الباشمهندس محمد أيمن وباشمهندس محمد عطية وباشمهندس إسلام، هيبدأ هم يتكلموا عن المشروع وأنا مش هلغي كتير، هديهم الفرصة. اتفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد أيمن، أحد مؤسسين فريق بين إيريا فرع المنصورة. بإذن الله النهاردة محاضرة النهاردة هتكون عبارة عن 4 أجزاء ليس أكثر. هيبدأ باشمهندس إسلام بإذن الله يتكلم عن الجزء المعماري الخاص بالمشروع، وبعدين باشمهندس محمد عطية بإذن الله تعالى هيتكلم عن الجزء الإنشائي، ثم باشمهندس عزت هيتكلم عن جزئية معينة في شغل الكهرباء اللي تمت في المشروع، وأنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى هتكلم عن بعض المشكلات اللي واجهتنا وفوائد المشروع بالنسبة لينا بشكل عام. باشمهندس إسلام تفضل مشكورا، نبدأ معانا في عرض شغل، تفضل. السلام عليكم. في البداية الباوربوينت واضح الأول؟ تمام. في البداية حابب أشكر باشمهندس عمر سليم ودكتورة شيماء على الفرصة الكبيرة دي، وأتمنى إن إحنا نقدم أكبر استفادة ممكنة إن شاء الله. أعرفكم بنفسي الأول، أنا إسلام خليف، كلية هندسة جامعة المنصورة قسم عمارة، عضو في بيم أرابيا، كو فاوندر ات بيم أرابيا ام اس، وهيد بيم كوميتي ات بيم أرابيا ام اس، وهنا وسائل الاتصال. فنبدأ على طول بمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة المنصورة. ايه هو المشروع ده الأول؟ هو في البداية هو كلية الهندسة جامعة المنصورة عبارة عن عدة مباني، فإحدى المباني دي كان حصل فيه مشكلة وتهد، فأصبح دلوقتي مكان المبنى أرض فاضية خالص، والكلية عاوزة تبني مبنى مكان المبنى اللي تهد. فإحنا باختصار فكرنا في فكرة إن إحنا نشتغل مع بعض، نعمل مشروع بين يشارك فيه كل الأقسام في الكلية، ونقدمه كاقتراح لكلية الهندسة، ويبقى هو ده المشروع اللي هما اللي الكلية محتاجاه، المشروع اللي الكلية محتاجة تبنيه، ويكون بإيد أبناء الكلية. فأول حاجة احنا عملناها رحنا للعميد، سألناه على برنامج المشروع، المبنى ايه اللي الكلية محتاجاه يكون موجود في المبنى. فالكلية محتاجة طبعا 4 مدرجات، ساعة مدرج 200 طالب، ومعامل كيمياء، معامل فيزياء، معامل لغة، قاعات متعددة الأغراض، صالات تعليمية، وقاعات اجتماعات، وغرفة استراحة لأعضاء هيئة التدريس. دي كانت أول خطوة خالص في المشروع، اللي احنا رحنا سألنا العميد على برنامج المشروع. بعد كده نزلنا أنا وبشمهندس محمد عطية وبشمهندس عبد الصياد، نزلنا أرض المشروع ورفعنا المساحات، وبعد كده بدأنا الشغل. طبعا من المعروف إن الفريق المعماري هو أول فريق بيشتغل على المشروع. في البداية خالص احنا كفريق معماري اتفقنا ان احنا نمشي على خطى النحات الامريكي هوريشيو جرينو. ده نحات امريكي ظهر في القرن ال19، هو بالرغم من انه كان نحات وليس معماري، الى انه كتب عدة كتابات كان لها تأثير كبير جدا في العمارة، وهو اللي قال ان الفورمز فانكشن، اللي هو الشكل بيتبع الوظيفة. يعني أي مبنى عندي أهم حاجة عندي الوظيفة، وبعد كده الشكل بيأتي في المرتبة التانية. فإحنا قررنا اللي إحنا هنسير على خطى الهوريشيو النحات الأمريكي، هو والتلميذ لويس سوليفان، ده كان تلميذه
ده اللي بيتقال عليه أخذ لقب Father of Skyscrapers، اللي هو يعتبر أب ناطحات السحاب. ده برضو أمريكي ظهر في القرن، في أواخر القرن التسعتاشر تحديدا. فهو برضو قال إن الفورم فولس فانكشن، فده المبدأ اللي احنا مشينا عليه في المبنى بتاعنا، ولأن طبعا المبنى بتاعنا مبنى تعليمي، فطبعا كان لازم إن الفورم يتبع الفانكشن الوظيفة. فأول حاجة طبعا بدأنا نشتغل على البلانات زي ما هو واضح قدام حضراتكم، ده المسقط الأفقي للدور الأرضي. احنا قررنا ان احنا نعتبر المبنى كجزئين، نظرا لان برنامج المشروع كبير فيه فراغات كتير، البرنامج هيحمل عدد كبير من الطلاب وفيه وظائف كتيرة جدا هتتم في المبنى. فقررنا نعتبر ان المبنى عبارة عن جزئين، جزء ألف على الشمال وجزء ب. فواضح في الدور الأرضي اللي أنا عندي في الجزء ألف عندي مدخل على الشمال، مدخل رئيسي، وهنا دول المدرجين في الدور الأرضي، كل مدرج من دول بيسع 200 طالب. جزء ب، الجزء اللي على اليمين عندي هنا مدخل ثانوي، هنا أيضا مدخل ثانوي ومعامل كيمياء في الدور الأرضي. بعد كده نيجي للدور الأول، هنلاحظ هنا في جزء ألف هنا فراغ المدرج، لأن المدرجين اللي في الدور الأرضي واخدين دور ونص مش واخدين دور واحد. ده طبعا بالنسبة لنظريات تصميم المدرجات، فبالتالي أنا بحتاج ارتفاع كبير شوية، أكتر من ارتفاع دور، أكتر مثلا من 3 متر ونص، بحتاج ارتفاع كبير شوية، فعشان كده المدرج أخد دور ونص. عشان كده اللي واضح عندنا في الدور الأول فراغ المدرج. والجزء بقى عندي قاعة متعددة الأغراض، وعندي هنا معامل واستراحة الأعضاء هيئة التدريس. إنما الجزء ده عبارة عن كورت مفتوح، بحيث إن اللي ماشي مثلا في الطرقة اللي جنب المعامل يكون شايف الدور الأرضي من هنا. والجزء ده أصلا موجود في المبنى الإداري في الأساسي في كلية الهندسة. بعد كده عندي الدور الثاني علوي، هنا المدرجين الثالث والرابع زي نفس تصميم المدرج الأول والثاني اللي في الدور الأرضي بالظبط. وعندي هنا قاعة متعددة الأغراض، وعندي هنا معامل لغة، بين كل معملين في حجرة صغيرة كده للتحضير، اللي هو مثلا الدكتور أو المعيد بيحضر فيها قبل ما يدخل على المحاضرة أو السكشن. ونفس الكورت هنا في النص، هنتكلم عن فائدة الكورت أكتر كمان شوية. وعندي هنا استراحة الأعضاء هيئة التدريس. بعد كده الدور الثالث علوي، عندي هنا صالة تعليمية متعددة الأغراض. الصالة دي بيكون الغرض منها في الغالب، يعني مثلا جامعة المنصورة عاملة تعاون مع جامعة برلين، فدايما كل فترة بيجي ناس من جامعة برلين من ألمانيا بتيجي تقدم ندوات عندنا في الجامعة أو في الكلية. فده بيكون الغرض أو أحد أهم الأغراض للصالة، لصالة زي دي اللي هي صالة تعليمية متعددة الأغراض. وعندي هنا طبعا قاعة اجتماعات، ونفس الكورت اللي اتكلمنا عنه، واستراحة الأعضاء هيئة التدريس. طيب الكورت بقى ايه الغرض منه، او المكان الفاضي ده ايه الغرض منه؟ احنا عندنا في توجيه المشروع الشمال، اتجاه الشمال تحت، يعني الهواء، احنا طبعا عارفين ان الهواء في مصر بيكون شمال او شمال غربي، فاتجاه الهواء بيكون تحت. ده معناه ان الجزء اللي تحت ده او النص اللي تحت من المبنى ده اللي جاي له هواء، جاي له تهوية طبيعية كويسة، اما الجزء اللي في المقابل مش بيكون واصل له هواء كويس. عشان كده احنا عملنا كورت، والكورت ده مفتوح لفوق خالص، بحيث ان احنا نسمح للتهوية او للهواء ان يدخل ويهوي الفراغات اللي مش متوجهة شمال مباشر. وده كان أحد أهم أغراض الكورت. طيب إحنا أصلا بدأنا نشتغل إزاي، أو بنتواصل مع بعض إزاي؟ يعني أنا مثلا كفريق معماري بتواصل إزاي مع فريق مدني؟ إحنا الأول كان أول حاجة وصلنا لها هو في برنامج شركة أوتوديسك بتقدمه اسمه بيم 360، ولكن البرنامج ده كان بفلوس، فكان مش هنقدر نستخدم البرنامج كلنا.
فساعتها تواصلت مع باشمهندس عمر سليم ودلنا على طريقة كويسة جدا، هو إننا بنربط الملف بتاع المشروع عن طريق جوجل درايف، بحيث إن كل أعضاء الفريق كل أعضاء التيم بيدخلوا على جوجل درايف بنفس الإيميل ونفس الباسورد ويعملوا نفس الفولدر في نفس المكان على اللاب، كل واحد على اللاب بتاعه بيعمل نفس الفولدر ويدخلوا بنفس الإيميل والباسورد. والطريقة دي هنشرحها بالتفصيل طبعا في التدريب، فكله بينزل المشروع عنده. طيب لو حد مثلا عمل، أنا مثلا اشتغلت على المشروع بتاعي عملت تغييرات، إزاي التغييرات دي بتتنقل عند زميلي مثلا في فريق مدني؟ هنا بقى نقطة مهمة جدا، هو إني بدل ما بعمل سيف بعد مثلا ما خلصت شغل على الملف، بدل ما بعمل سيف بعمل حاجة تانية اسمها سايكرونايز، ودي معناها إن أنا برفع الملف على جوجل درايف. فبالتالي زميلي مثلا في مهندس في فريق مدني عامل نفس الفولدر عنده على الجهاز، الملف بينزل لوحده بمجرد ما انه يوصل نت او يفتح نت، فالملف بيتحمل عنده على الجهاز. ودي الطريقة باختصار، وهنشرحها بالتفصيل الممل ان شاء الله خلال التدريب. اما هنا برضو لقطة للسيكشن، سيكشن طول للمبنى يوضح اكتر تفصيل او تصميم المدرجات. لو جينا نلاحظ هنا هنلاقي ان المدرج واخد دور ونص، والمدرج اللي فوقيه واخد دور ونص، فهنا يبان اكتر تصميم المدرج. دلوقتي باشمهندس محمد عطية هيكمل الحكاية ويحكي لكم اكتر عن النظام الانشائي للمبنى. ألو منصطية. طيب الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاشة واضحة كده؟ تمام واضح تمام. مش في البداية، أنا بس أعرف نفسي، أنا اسمي محمد السيد عطية، طالب في كلية الهندسة في جامعة المنصورة في الفرقة الرابعة قسم الهندسة المدنية. أول حاجة إحنا بس عايزين نحكي القصة من بعد ما بناخد الموديل من المهندس المعماري. أنا باخد الموديل من المهندس المعماري حاجة بالشكل ده كده. هو بيقسم الفراغات بتاعته، هو يهمه إن القاعة فين، الحمام فين، صالة الاجتماعات فين، وهكذا. إنما أنا كإنشائي بالنسبة لي كل الكلام ده ما هو إلا مجموعة أحمال. انا عاوز اشيل الاحمال دي وعاوز انقلها للاساسات عشان المنشا بتاعي بقى ستيبل. طيب انا هنقل الاحمال دي ازاي؟ انا بقى اللي بحدد انا الاحمال دي ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال، انا بعمل بقى حاجه اسمها استاتيكال سيستم، نظام انشائي بنقل بيه الاحمال لحد التربه تحت خالص. المفروض النظام الانشائي ده يكون باشمهندس محمد سيف ومحقق محمد، كل معلش بس الصوت مش واضح، هل ممكن بس الصوت مش واضح، هل ممكن بس تشوف المايك او حاجه زي كده؟ الصوت مش واضح. حاليا مش واضح برضه، مش عارف بصراحة، يعني دلوقتي مش واضح صح؟ تمام، لو انت مفيش حاجة تقدر تعملها خلاص كمل. طب هو مش واضح ملغوش يعني ولا واطي؟ هو في عدم وضوح بس في نغبشة تقريبا. ممكن نروح ثواني بس. لو في مايك او سماعه او حاجه كده. حاليا احسن ولا لسه؟ لا كده احسن، تمام، الله ينور. ماشي، نبدا من اول تاني. انا باخد الموديل من المهندس المعماري، شكله عامل ازاي؟ شكله حاجه زي الفصول باينري، ده اللي هو الموديل بتاعه، او هو مقسم الدنيا كفراغات، قايل مثلا ان في هنا المدرج، وفي هنا غرفة اجتماعات، هنا كده مثلا ده المدرج وده غرفة الاجتماعات، دي طرقة. هو بيقسم الفراغات،
انما انا كانشائي انا شايف الموضوع ده، شايفه ازاي؟ شايف ان الموضوع ده عباره عن شويه احمال انا عاوز اشيلها وانقلها للتربه بتاعتي عشان المنشا ده يبقى واقف كده وقائم. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ لازم الاول احدد الستاتيكال سيستم او نظام انشائي انقل بيه الاحمال دي. طب انا بحدد النظام الانشائي ده بناء على ايه؟ بناء على حاجات كتير، يعني مثلا من ضمنها الاسبان، يعني البحر ده مثلا 12 متر، فهل ينفع مثلا اعمله عباره عن بلاطه 14 سم؟ هيبقى صعب، مش هيبقى سيف، مش هيبقى سيف من حيث ايه، او صعب من حيث ايه، اللي بيحكم بعد كده، اللي بيأكد لي بعد كده النظام الانشائي ان انا اخترته ده صح ولا غلط. فانا في البدايه بفرض بناء على معلومات قديمه، بناء ان انا عارف مثلا الاسبان ده كبير، فانا هلجأ مثلا ان انا هعمل كمرات مثلا بفرضها في البدايه بسمك 60 سم او 80 سم، وعرضها مثلا 25 سم، حاجه بالشكل ده كده. ده سقف ودي الأعمدة ودي الكاميرات، بس الكاميرات مش باينة شوية. الكلام ده كله أنا فرضه، يعني الأعمدة دي كل قطاعاتها 25 في 60. مين اللي قال 25 في 60؟ ما حدش قال، أنا فرضها كده 25 في 60. كل الفكرة إن أنا بس حاجز هنا مكان العمود، عارف إن في هنا سبورت أو عمود عندي. مين اللي هيأكد لي بعد كده إن القطاعات دي صح، أو الأبعاد دي صح، أو الكاميرات اللي أنا حاططها دي مظبوطة وأبعادها مظبوطة؟ أنا بعمل بعد كده تشيك على كل حاجة، كل حاجة أنا فرضتها لازم أعمل عليها تشيك، ولازم التشيك يطلع صيف. لو طلع عن صيف ببدأ أغير في الفرض بتاعي وأعمل عليه تشيك تاني. طيب البداية خالص إن أنا بعمل الستاتيكال سيستم ده، ولازم أبقى ضامن الستاتيكال سيستم ده المعماري موافق عليه كمبدئيا. يعني إيه؟ يعني المعماري مثلا موافق إن في هنا عمود، هو مش معترض إن في عمود هنا، لأنه لو معترض إن في عمود هنا يبقى أنا لازم هشيله. ما ينفعش بقى أمشي الخطوات كلها وبعد ما أخلص الديزاين خالص اروح للمعمار ويقول لي والله انا مش عاجبني العمود ده. مجرد ان انا هشيل العمود ده يبقى كل الخطوات اللي انا عملتها بعد كده هضطر اعدلها تاني، يبقى انا هشتغل المشروع اكتر من مره. يبقى انا الخطوه دي لازم اطلع منها وانا متفق مع المعماري ان ده الاستاتيكال سيستم اللي احنا هنشتغل عليه، ان الاعمده دي بالشكل ده وفي كاميرات اماكنها كده هو مش مختلف عليها. اتفقنا على كده، ابدا بقى ادخل للخطوه اللي بعدها. ما ينفعش ادخل للخطوه اللي بعدها والمعماري مش متفق معايا او معترض على حاجه. فالمهم خلاص انا اتفقنا على الاستاتيكال سيستم ده، ابدا اخش للخطوه اللي بعدها وان انا بعمل اناليسيز، بعمل تحليل انشائي. الموديل بنوديه لبرنامج ليتابس مثلا من اول هنا، يعني الخطوه دي كده انا ببقى دايما مع اتصال مع المعماري اللي هو الاستاتيكال سيستم عشان يشوف في الاماكن اللي عاملها مظبوطه، القمرات مظبوطه وكده. من اول هنا بقى اللي هو الستراكشر اناليسيز، ان انا بعمل الاناليسيز انا خلاص ما عادش ليه علاقه بالمعماري، انا باخد بقى الموديل ده وببقى شغال عليه مع نفسي كده كمدني لغايه ما اخلصه وارجع اعدل على الاستاتيكال سيستم ده تاني. هنقول الكلام ده هنا بقى من اول هنا قلنا شغال لوحدي، شغال منفصل عن المعماري. ببدا على برنامج الايتابس اعمل تحليل انشائي، بدخل الاحمال بتاعتي على المنشأ ده، هو تلقائيا بيحول بقى الاعمده لخطوط والقمرات لخطوط. دي اسمها اناليتيكال موديل، المدني كلهم المفروض عارفين الكلام ده. طيب انا حطيت الاحمال بتاعتي على المنشا ده، اول تشيك بعمله، اول حاجه بشيك عليها هي البلاطات. البلاطات بتاعتي انا في الاستراكشر في الاستاتيكال سيستم انا كنت فايض مثلا البلاطات في الجزء ده 14 سم، وفي الجزء ده عشان بس البحور كبيره شويه فكنت فايضها 20 سم او 22 سم. مين اللي هيقول الكلام بتاعي صح؟ الفيصل ما بينه وبين اي حد هو ان انا اعمل تشيك على الديفليكشن. باجي لبرنامج السيف وبعمل تشيك على الديفليكشن، ببقى مدخل الاحمال بتاعتي على المنشا، ببدا اعمل راند للمنشا بحله، يعني بشوف الديفليكشن في المنطقه دي مثلا، دي اكبر منطقه، بشوفه هل هو محقق الالاوبل بتاع الكود، المسموح بيه بتاع الكود ضمن المسموح بيه ولا لا. لو ضمن المسموح بيه يبقى السمك في المنطقه دي كده خلاص تمام ومظبوط. لو مش ضمن المسموح به ابدا احل المشكله دي. طيب مشكله الديفليكشن بتتحل ازاي؟ بتتحل باكتر من طريقه، ممكن تحط حديد تسليح مثلا في الضغط، ممكن تزود السمك، تحط عمود. طبعا دي صاله اجتماعات فما كانش مسموح ان انا احط عمود فيها يعني، فكنا بنزود السمك او بنعمل كامبر ان انت بترفع غلطه شويه لفوق. المهم يعني تحل المشكله دي، ما تخشش للخطوات اللي بعدها غير لما تحل المشكله دي، وممكن تلجا ان انت تزود سمك البلاطه. طيب خلاص خلص، خليت الديفليكشن سيف، خليت الديفليكشن سيف، يبقى السمك بتاعك ده تبدا تخش المرحله اللي بعدها، وانت هتعمل تشيك بانشنج، تشوف البانشنج على اعمده سيف ولا ان سيف. لو البانشنج سيف كمان يبقى خلاص دلوقتي انا عندي البلاطات
الاثنين تشيك عليها تشيك ديفليكشن وتشيك بانش، الاثنين سيف، اذا فسمك البلاطه اللي عندي ده مظبوط، وده اللي انا هشتغل عليه بعد كده خلاص النهائي بتاعي. في البدايه خالص في الاستاتيكال سيستم ده كان فرض، بعد التشيك بقى ده السمك النهائي، ممكن يفضل هو نفسه اللي انا كنت فرضه وممكن يتغير بناء على الحل بتاعي. خلاص السمك سيف. تاني حاجه في التصميم، احنا بنقول تصميم في الخرسانه ببقى محتاج الابعاد ومحتاج حديد التسليح. احنا دلوقتي خلاص اتفقنا ان سمك البلاطه بقى معانا خلاص، انا جبته من التشيك. تاني حاجه هو حاليه التسليح، ببدا احل المنشا ده، بعمل له ان بجيب العزوم وبصمم البلاطه بالمعادلات اللي هي بتاعت مدني، يعني انت بتحلها على السيف نفسه او ما فيش كود مصر على السيف، فانت بتبقى عامل مثلا شيت اكسل او حاجه بتحل بيه المعادلات دي. المهم الخطوه دي بتطلع من برنامج السيف، ان انت معاك سمك البلاطات نهائي ومعاك حديد التسليح بتاع البلاطات، وبتبدا ترسم تفاصيل التسليح بتاعت البلاطه، بتبقى حاجه بالشكل ده كده. انت بتبقى فوائد شبكه بتوضح له عليها الاضافي بتاعها، مثلا ده لو هي فلات سلاب، لو سوليد سلاب بتوضح له الاتجاه الرئيسي والاتجاه الثانوي. طيب احنا كل ده بنعمل ايه؟ بنصمم البلاطات بس، كنا فرضينها في البدايه خالص، اتشكينا عليها طلعت لغايه ما بقت سيف، بعد كده صممناها. ترجع تاني لبرنامج الايتابس، اخد بقى سمك البلاطه اللي طلع، سواء لو هو نفسه فخلاص مش هتغير حاجه، انما لو هو مثلا السمك كان 20 سم وبقى مثلا 24 سم، فهرجع لبرنامج الايتابس اقول له والله البلاطه دي خلي لي سمكها 24 سم، لان ده البلاطه ال 20 سم وزنها اقل طبعا من البلاطه ال 24 سم، فالاوزان الزياده دي هتروح للاعمده، ما ينفعش تسيب البلاطه بسمكها اللي انت كنت فاضله، لا عدله بقى للسمك الجديد. عدلنا سمك البلاطه للسمك الجديد، ابدا بقى ادخل احمال الزلازل واحمال الرياح، لان المنشأ ده كان معدي يعني في الكود كده ارتفاع معين تقريبا 14 متر ولا حاجه، لو انت عديته بتبدا تعمل تدخل احمال الزلازل معاك ولا لا. طيب دخلنا احمال الزلازل واحمال الرياح، وطبعا بالاضافه للاحمال الرئيسيه سواء ديد لود لايف لود والفلو كفر، بتدخله مع البلاطه، وعندك اللون ويت بتاع المنشا نفسه اللي هو بتاع البلاطات، وتبدا تجيب بقى رياكشنات على الاعمده دي، وتبدا تصمم الاعمده بالظبط. انت في البدايه قلنا كنا فرضين الاعمده، دلوقتي بقى لا احنا هنصممها بالظبط. العمود ده كنت فرضه مثلا 25 60، دلوقتي العمود ده بقى جاي مثلا عليه 100 طن، فال 100 طن ده لا ابعاده هتبقى مثلا 30 في 80 والتسليح بتاعه كذا فاي كذا، فانا بقى عندي كل عمود التصميم بتاعه. دلوقتي لسه خلاص، دلوقتي انا صممت البلاطات، صممت الاعمده، بعد ما بصمم الاعمده بغير القطاعات بتاعتها على الموديل اللي قدامي ده، يعني بدخلها بقى هنا بقطاعاتها الجديده. ليه بقطاعاتها الجديده؟ لان مثلا لو شايفين هنا كده انا عندي البحر ما بين العمود ده والعمود ده، لو انا العمود ده مثلا كان 60 سم بقى 80 سم او 90 سم، فهتلاقي البحر الخالص ما بين الاعمده دي قل، والبحر لما يقل العزومه تقل، وبالتالي الكمرات اللي بينها دي هيقل عليها العزوم، فبالتالي هقدر اجيب ابعاد اقل او تسليح اقل، فلازم ادخل الابعاد الجديده اول باول. صممت الاعمده ودخلت الابعاد الجديده وحدثت الفايل بتاع التابس بتاعي، ابدا الخطوه اللي بعدها ان انا اصمم الكاميرات. الكاميرات اللي هي عندي هنا في كاميرات اللي هي في المدرج هنا كده، صممت الكاميرات خلاص. الكاميرات بتبقى تقريبا اخر خطوه في السوبر ستراكشر، بصمم الكاميرات بجيب التسليح بتاعها والابعاد بتاعتها، ان انا بعرض العزوم وبعد كده بصممها بالقوانين بتاعتنا يعني، وغالبا برضه بقى في شيت اكسل احنا اللي عاملينه بنصمم بيها. ببدا بقى اعمل جداول، يعني انت الموضوع ده المفروض هيروح للموقع عشان يتنفذ، فاللي في الموقع هينفذ ما يهموش بقى انت عملت بمعادلات ايه وتشيك ايه والكلام ده، هو يهمه في النهايه ان انت رايح للوحه زي دي كده هتستقف مثلا، بيقول له ان البلاطه دي والله 250 سم 250 مللي 25 سم، والتسليح بتاعها في شبكه رئيسيه 5 في 12، وحط لي اضافي في المنطقه دي والمنطقه دي 5 في 12 بالابعاد اللي قدامك. هو بقى ما يهموش انت جبت الكلام ده ازاي، اللي يهمه جبت الكلام ده ازاي انت كديزاينر، او لو في استشاري يرجع بقى المعادلات. دي بتبقى اخر خطوه في السوبر ستراكشر، المفروض بعد كده خلاص ده السوبر ستراكشر انتهى، انت تطلع بقى اللوحات بتاعتك، كل سقف من دول للوحه لوحده ومبين عليها التفاصيل بتاعتها، وفي لوحه للاعمده بس خاصه بالاعمده والحوائط، بيبقى باين عليها قطاع كل عمود والتسليح بتاع كل عمود.
ده السوبر ستراكشر. اخر حاجه ممكن تعملها بالريفت لانه بيسهل الدنيا قوي، ان انت تعمل حصر لاي عنصر انشائي. مثلا هنا مثال لحصر الاعمده، بيجيب لك عمود في الليفلات محصومه بين الليفلز دي والاحجام بتاعتها، وفي النهايه خالص بيبقى فيه توتال بس مش بينه تحت خالص. فدي خطوه انت بتعرف منها كميه الخرسانات، ودي بيحتاجوها في يعني المكتب الفني بيبقوا محتاجين الكلام ده، والريفت بيقدر يحصل بدقه كبيره يعني. كمان ممكن تدخل تفاصيل التسليح، يعني هنا التسليح بنرسمه على ريفت خطوط، يعني هو خط هو فاهم خط مش السيخه دي. ليه بنعمله كده؟ لان التسليح على ريفت بيخلي الموديل حجمه كبير وبيبقى تقيل جدا، فبنعمله بس كانديكيشن كده خطوط بحيث ان اللي يشوفه يعرف ان ده تسليح، انما الريفت نفسه مش عارف ان ده تسليح، وعشان كده ما بنحصرش اول حديد على الريفت. انما ممكن تدخله على ريفت او عادي مفيش مشكله، بس عاوز بس الجهاز يبقى كويس شويه يعني. بس دي تقريبا اخر حاجه ممكن تقدر تعملها على ريفت، انت تعمل حصر. وطبعا اللوحات بتاعتك كلها بتبقى جاهز خلاص، انت عملت كل الديزاين، فدي رحله الموديل من برضه من المعماري وتمشي بيه لغايه ما تروح وتطلع اللوحات بتاعتك. عايز بس اقول حاجه اخيره، ان احنا هنا يعني بنتعامل مع كذا برنامج، ان ريفت بس ان انا ببدا اشوف عليه الستاتيكال سيستم بتاعي، وببدا اشوفه لو متعارض مع المعماري في حاجه، بعد كده بنفصل عنه وبشتغل على برامج تحليل انشائي، وبرجع له تاني في النهايه عشان اوقع عليه بقى نتائج التحليل الانشائي بتاعتي. فتحس ان احنا ماشيين في لوب كده، انت دايره مغلقه بتبدا من الريفت وبتلف لفه كده وبترجع له تاني عشان ايه تنهي عنده برضه. البرامج دي تعلمها مش صعب ولا حاجه، سهله جدا انت تعلمها، وكلها متاحه اونلاين وكل حاجه، واحنا هنشرح الكلام ده. المهم بس ان انت تبقى دايما فاهم المانيوال شغال ازاي. يعني مثلا بنقول هنعمل ستاتيك ستراكشر اناليسيز على الايتابس، هنحل المنشأ على الايتابس وهنطلع نتائج من الايتابس. بس الايتابس ما هو الا اداه معاك، انت لو مش بتعرف تشتغل اصلا مانوال مش هتبقى فاهم قوي النتائج دي بتعبر عن ايه. نتائج كتير جدا ممكن تتوه فيها، فانت مهم جدا ان انت دايما تبقى عارف المانوال شغال ازاي، وتبقى فاهم كويس خرسانه، فاهم كويس ستراكشر، لان ده هيساعدك ان انت لو في مثلا غلطه معينه عزم شكله مش كويس او شكله مش مظبوط، انت تعرف ان دي غلطه، تعرفها منين؟ البرنامج مش عارف ان دي غلطه، البرنامج بالنسبه له اي ناتج هيطلعه لك عادي. انما انت هتبقى مدرك ان لا المفروض عزم يبقى هنا كده. ليه؟ لان انت عارف المانوال المفروض يطلع ازاي. فنهتم بالبرامج بس دايما ما ننساش المانوال، ودي كانت اخر حاجه عاوز اقولها، ولو حد عنده اي سؤال. السلام عليكم، في حد عنده اي اسئله على المشروع او حابب يعرف اي حاجه عنه؟ طيب هو عزت بقى المفروض هو اللي يتكلم. طيب باشمهندس محمد عز اتفضل، هنخلي الاسئله بقى للاخر بعد باشمهندس محمد عز. اه مفيش حد سال بقى خالص. اتفضل باشمهندس عز. تمام. السلايد واضحة؟ اه ظهر كده اتفضل. ظهر تمام. ايوه اتفضل. كده كويس؟ اه تمام اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ انا اخوكم محمد عزت. رابع هندسة المنصورة. مش عارف فيكم حد كهرباء ولا لا، بس ان شاء الله اكلمكم عن جزء الكهرباء. لو في حد عنده اي اسئلة تحت امر. دي شوية معلومات بسيطة عني، لو حد محتاج اي حاجة تحت امر في اي وقت. احنا اتصالات واحد يعني. هو تقريبا مفيش فيكم حد كهرباء قوي، فهبدأ أقسم لكم الشغل بتاعنا ككهرباء في المشروع.
احنا في الاول تصميم، يعني اكيد كلكم عارفين شغل المقاولات بيبقى فيه ناس اللي هو مكتب استشاري او مكتب مقاولات اللي هو تنفيذ في الموقع. احنا شغلنا حاليا تصميم، فجزء التصميم بالنسبه لجزء الكهرباء بنقسم لثلاث اجزاء. اول جزء فيهم اللي هو الكونسيبت ديزاين، ده 30% من الشغل بتاعنا، اللي هو بيبقى البدايه كده بنشتغله مع بدايه زي ما باشمهندس اسلام قال لكم، كان الارض فراغ وابدا هو ينزل هو ومهندس مدني ياخدوا مساحات ويقسموا فراغات. فاحنا من اول ما يبداوا يقسموا وياخدوا مساحه المبنى لازم نبدا نشتغل معاهم ونعمل حاجه اسمها لود استيميشن. يعني ايه لود استيميشن؟ ان انا بعمل حسابات مبدئيه للمكان ده او المساحه دي. المساحه دي مثلا هتستهلك كهرباء قد ايه؟ طب انا بعمل كده ليه؟ عشان هو بيقسم فراغاته اجي اقول له يا باشمهندس انا محتاج غرفه فلانيه بالمساحه الفلانيه عشان حاجه اسمها البلك اكويبمنت بتوعي او المعدات الرئيسيه عندي. المعدات الرئيسيه دي اللي هي المحولات وحاجه اسمها يو بي اس وهنتكلم عليها قدام. طب انا بقى بحسب اللوز استيميشن دي ازاي؟ عن طريق الكود. الكود بيديني شوية قواعد بحسب عليها، هي بتبقى حاجة تقديرية. مثلا المبنى ده مساحته 500 متر مربع، فبضرب في حاجة اسمها معامل قدرة وأشوف مثلا هيطلع كام كيلو فولت أمبير وأبدأ أختار محول. حاجة بتبقى تقديرية بس بتبقى أصح، يعني بتبقى قريبة أوي من الصح. تاني حاجة بشوف أنا هربط من شركة الكهرباء إزاي. يعني شركة الكهرباء عندنا بتقسم الناس لكذا فئة، يعني أنت معدل 75 ميجا ولا لأ، معدل 20 ميجا ولا لأ، وتبدأ تربط لك. هتربط على 11 كيلو، على 66، على 220 كيلو، على حسب الجهد اللي أنت القدرة بتاعتك. المعدات اللي أنا بحتاج لها مساحات، ودي اللي بتبقى عاملة مشكلة بيننا وبين الناس بتوع عمارة، ومدني برضه عشان بيبقى لها وزن. الترانسفورمر، حاجة اسمها اللوح الكبيرة بتاعتي لو في جنريتور في المكان، بس هو المدرج هيبقى فيه طاقة شمسية إن شاء الله. اليو بي اس دي وحدة بطاريات معانا في المدرج، فيه وحدة بطاريات. رينج مين يونت، ده حاجة كده تبع الشبكة لازم نحطها في المشروع. ده حاجة اسمها البلوك ديجرام، اللي أنا بعمل كده شكل رسمة بتوضح لي المعدات الرئيسية هتوصل بعض ازاي، وأبدأ أربط من الشبكة ازاي، وهبدأ أوزع جوه ازاي عندي. وفي حاجة اسمها emergency وحاجة اسمها الكريتيكال، يعني مثلا لو هي مش في المدرج هنا، المدرج هنا مش الكريتيكال ده، ما مثلا حد غرف العمليات دي ما ينفعش يفصل عنها الكهرباء، فلازم أبقى حاطط لها لا مولد لا حاجة طاقة شمسية وبطارية. الامرجنسي اللي هو يعني كشاف ينور مثلا، او حاجات تنور لو في حصل النور قطع وانا عاوز مثلا حاجه تنور لمده بسيطه، فهو ده الامرجنسي. طبعا احنا بنشوف شكل المحولات اللي في الشوارع كده، ميزه البيم ان انت احنا بننسق شغل مع بعض من الاول، فما بحتاجش ان انا احط الحاجه بره. يعني احنا عندنا في مبنى تاني نفس المدرج ده، المحول بتاعه محطوط في الشارع عشان ما كانش فيه تنسيق او شغل بين مدني وعمارة او كهرباء في الاول. اول حاجة بقى في شغل احنا ككهرباء، بعد ما خلصنا الحسابات المبدئية وعرفنا الراجل بتاع عمارة احنا خلاص محتاجين المساحات الفلانية، بنبدأ بقى نوزع الحاجات الرئيسية عندنا اللي هي السيستماتيك ديزاين. تاني 30% من الشغل بتاعنا بتبدأ بالإضاءة، بنبدأ نشوف هل المبنى ده بلاطات، هيبقى سقف معلق، هيبقى منه السقف على طول. ده شغل الكاد للمدرج، الدور الكراوند بتاعه عشان هو لسه ما تفنيش ريفت. ده الدور الأول. ده التاني، ده حاجة اسمها الليجند، بنوصف فيها الكشافات بتاعتنا. طبعا رجالة ميكانيكا هما بيحسبوا شغل التكييف، بيحتاج مني يحسب الحرارة بتاعت أي حاجة موجودة في المكان منها الكشافات، فأنا لازم أوصف له كل كشاف كام ليومن وكام وات وكل تفاصيلها عنه، وممكن يحتاج مثلا هو من شركة إيه عشان نشوف الكفاءة بتاعته أو كده. تاني حاجة وبتبقى الحاجة المهمة يعني إحنا بنحتاجها كلنا في الكلية،
السوكت المدرج في أماكن كتير مش مكاتب محطوطة في النص، فكانش ينفع إن احنا نحط لها السوكت على الحيطان، فمستخدمين فيها في حاجة اسمها فلور بوكس، إن السوكت مثلا بيطلع من الأرض أو في حاجة شكل بلاطة كده. الحاجة تالت جزء معانا بقى بيبقى شغل حسابات الكابلات وحسابات الحماية بتاعتنا وحساب الإيرثنج، وطبعا ده حاجة مهمة قوي. هو احنا في مصر مفيش فينا مفيش صواعق، بس انك توفر حماية بالذات المطعم او الكافيهات اللي في المبنى كده. تقريبا خلصت، اسيبكم بقى عشان باشمهندس محمد دايما يكلمكم عن جزء ميكانيكا، ولو حد عنده اي اسئلة في كهرباء وحابب ان هو يعرف تفاصيل زيادة انت تحت امره ان شاء الله. تمام. باوربوينت واضح مع حضراتكم؟ تمام واضح. تمام، بسم الله. طبعا دي شوية معلومات بسيطة عندي كده، تمام؟ نتعديها عشان الوقت. أهم المشكلات اللي واجهتنا بشكل عام لما جينا نعمل المشروع. أول حاجة تكنولوجيا جديدة ولم يسبق التعامل معها، إحنا قبل كده ما تعاملناش مع تكنولوجيا زي دي، تكنولوجيا البيم زي ما حضراتكم عارفين، تكنولوجيا جديدة في الوطن العربي. وطبعا ده يعني كنا إحنا أول فريق يعمل حاجة زي كده، فبالتالي ما كانش لينا مرجع أو ريفرنس من الطلبة زمايلنا، فكان مرجعنا باشمهندس عمر سليم، ربنا يجازيه خير يا رب، مؤسسة بيم أريبيا اللي دعمونا بشكل كبير جدا، سواء بمحاضرات أو بكتب أو يعني بتوجيهات. فطبعا ده كانت مشكلة بتواجهنا، تعتبر من المشكلات. تمام. وطيب تخطي المشكلة دي يا جماعة، ده بالشجاعة، وإن أنت حابب تعمل حاجة وعايز تعمل حاجة، لأن أنت لو خفت عمرك ما تتقدم. تمام. دي حل المشكلة دي. في مشكلة تانية ظهرت، التواصل بين أفراد المشروع. إحنا طبعا ما اشتغلناش مع بعض قبل كده، تمام، وعشان إن إحنا يكون بيننا وبين بعض تواصل كويس، ده بيبقى محتاجة شوية ممارسة، إن إحنا دي حاجة بتجبر الممارسة، ما بتبقاش نادر إن هي تكون حاجة فطرية كده. فكنا إحنا التواصل بيننا وبين بعض كان ضعيف في المرحلة الأولى من بداية شغلنا في المشروع، تمام، لدرجة إن إحنا كان في بعض الناس ما كانش معاها أرقام الناس التانية، ودي كانت يعني ممكن تلاقي حد بيتصل بيك، هات لي رقم فلان او هات لي رقم فلان. فطبعا ده كان حاجه في بدايه المشروع، كان شيء، وبعد ما مشينا واشتغلنا في المشروع وقعدنا مع بعض فتره كان شيء تاني خالص. يعني بعد كده خطه انجاز البيم اكسكيوشن، احنا في البدايه لما جينا قررنا ان احنا نعمل المشروع، بعض الناس عرضوا ان احنا نعمل خطه انجاز البيم، فبعض الناس طبعا جزء اخر من الناس قالك احنا لسه اول مره نشتغل، فمش لازم يعني ان احنا نعمل كل حاجه مظبوطه، يعني احنا ممكن مثلا ناخد جزئيه معينه، ناخد يبقى عندنا كده مرونه عشان الدنيا تمشي. طيب احنا عملنا خطه انجاز البيم، بس للاسف اهملنا فيها بعض الحاجات اللي سببت لنا مشاكل بعد كده كبيره جدا، لدرجه حتى هذا الوقت المشاكل دي لسه موجوده، يعني احنا بنحاول نتفاداها بس لسه موجوده. من المشكلات دي يا جماعه، يعني من ضمن المشكلات دي حاجه بسيطه جدا جدا، الفيرجن اللي احنا هنشتغل عليه. يعني احنا مثلا اول ما بدا باشمهندس اسلام فنزل فيرجن 2020 وبدا يشتغل عليه، تمام. طيب احنا طبعا في بند في البند اللي فيه التولز او الادوات او البرامج اللي احنا هنستخدمها، طبعا ما صنفناش احنا عارفين ان احنا هنستخدم ريفيت، بس احنا ما صنفناش الريفيت هنشتغل فيرجن كام، تمام، فاهملنا في الجزئيه دي. طيب لما جه باشمهندس اسلام خلص شغله خلاص، وجينا بعد كده دخل المعماري، فلقينا دخل الانشائي، فلقينا ان الموضوع بدانا بقى ناخد بالنا من حته الفيرجن. طب احنا معانا ناس في الفريق امكانيات اللابتوب بتاعها ضعيف ان هو يشغل البرنامج، فبالتالي الناس دي مش هتقدر تتعاون معانا، فكانت مشكله كبيره. طيب استفدنا ايه بقى من المشكله دي؟ استفدنا ان انت ما تستقلش باي حاجه في المشروع حتى لو كانت بسيطه، لان انت لو استقلت بحاجه بسيطه هتتعبك وهتتعبك بشكل كبير جدا، زي ما حصل معنا دلوقتي. يعني احنا مثلا بنقول المشروع ده استفدنا بيه بشكل كويس جدا،
خدنا خبره فعليا، خدنا خبره وفي مشكلات قابلتنا وقدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل اساتذتنا اللي كانوا معانا في توجيهاتهم وبعلمهم قدرنا ان احنا نتجاوزها. بس دي بقت عندنا خلاص لدرجه ان احنا دلوقتي مطلعين قرار في الفريق ممنوع منعا باتا حد يشتغل في فيرجا على فيرجن غير 2019 بالذات في التاسكات. انت لو قدمت لي تاسك على فيرجن 2021 مرفوض تماما حتى لو كنت انت مقديها على اعلى مستوى تمام، بحيث ان احنا نعرف الناس ازاي ان احنا نلتزم، ازاي ان احنا نشتغل على حاجه معينه الى اخره من الحاجات المفيده تمام. طيب من المشكلات الثانيه بقى مشكله الملف المركزي للعمل، ان انا يكون عندي سنترال فايل. طبعا انا عشان اجيب برنامج اشتري برنامج من اوتوديسك اشتغل عليه وارفع عليه الموديل بتاعي مثلا وابدا اشير اعضاء الفريق، دي كانت مشكله. وزي ما قال باشمهندس اسلام تواصل مع باشمهندس عمر وباشمهندس عمر تفضل مشكورا وقدر ان هو يوجهنا للطريق الصحيح وقدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى نتجاوز الجزئيه دي. مميزات المشروع، طيب مميزات المشروع، اول مشروع بم بالكامل في جامعه المنصوره دخل فيه كل الاقسام، كان فيه عماره، كان فيه مدني، كان فيه ميكانيكا، كهرباء، حاسبات، اتصالات، كان فيه ميكاترونكس. فده كان اول مشروع بم بالكامل في جامعه المنصوره واول مشروع ضم تقريبا كل الاقسام اللي موجوده في كليه الهندسه جامعه المنصوره. حاجه تانية التعاون بين كافه التخصصات الهندسيه. الطلبه بشكل عام بيبقى شايف ان القسم بتاعه، اي طالب في كليه الهندسه بيبقى شايف حاجتين، اولهم ان القسم بتاعه اصعب قسم، وفي نفس الوقت شايف حاجه ثانيه ان القسم بتاعه اهم قسم والاقسام الثانيه ملهاش اي 30 نسمه. طبعا ده شيء خطا تماما، وده ظهر لنا ان احنا فعلا يعني احنا كنا نقول في اقسام معينه كده كنا نقول ايه لازمه الاقسام دي. حقيقه انا واحد من الناس كان في بعض الاقسام كده كنت قاعد اتريق عليهم، يعني اقول لك هم عاملين القسم ده ليه. فعلا الناس دي لو واحد فيهم قصر كان بيتعبنا جدا وكان بيوقف شغلنا كله، يعني لو واحد قصر في حاجه كنا كلنا بنفضل واقفين وبنفضل مش عارفين نعمل حاجه بسبب تمام. لو في حد ضعيف قسم معين او ماسك جزئيه معينه، الضعف بتاعه ده بيرفلكت على شغل الناس كلها تمام. وحتى بتبقى حاجات بسيطه زي ما قلت لحضراتكم، يعني جزئيه الفيرجن دي حاجه بسيطه جدا يعني، بس تعبتنا بشكل كبير. فقدرنا ان احنا نتعاون، ازاي ان احنا نتعاون مع بعض التخصصات المختلفه. عرفنا دلوقتي كل واحد شغله ايه بالظبط، عرفنا المعماري انت بتعمل ايه، انت ايه صلاحياتك، نفس الموضوع الانشائي، نفس الموضوع بتاع الكهرباء. طب انا باخد من المعماري ايه وبدله ايه، المعلومات اللي انا بتواصل معاه وبديها له او باخدها منه. نفس الموضوع بتاع الكهرباء بين كهرباء وعماره وبين كهرباء وميكانيكا الى اخره. فالحاجات دي قدرنا ان احنا نعرفها من دلوقتي في الكليه، بحيث ان انا لما بكون طالع اشتغل في شركه مستقبلا الوقت اللي انا هضيعه ان انا مش فاهم الدنيا واخد وقت ان انا اعرف ده بيشتغل في ايه وده صلاحياته ايه والمشاكل اللي بتحصل. يعني في التدريب بننزل مواقع بنلاقي فيها مشاكل بين المهندسين فعلا، واحد يقول له الضغط ده المفروض انك كنت تمشيه في الطرقه كذا على شمال الطرقه، الثاني يقول له لا انا ماشيه في النص، وواحد يقول لا انا المفروض الفاير قبل الضغط بتاعك، الثاني يقول له لا انت انا الضغط الاول. ويبدا الحاجات دي بشوفها بعيني في مشاريع بنزل تدريب في شركات وبشوف الحاجات دي بعيني، تحس ان الناس تايهه محدش عارف ده شغله ايه وده المفروض امتيازاته ايه او ده المفروض وظيفته ايه يعني او صلاحياته ايه بمعنى اصح تمام. فده طبعا جزئيه قدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكتسبها، وده شيء جميل جدا من وجهه نظر الشخصيه. دي طبعا اسف دي المفروض مش فكره المشروع، هنا خطا في الباوربوينت. دي مميزات المشروع، الاهتمام باستدامه المبنى، البعد السادس للبيم سستينابيليتي، دخلنا الاستدامه في الموضوع، استعملنا انظمه ري ان احنا نعمل خزانات تحت الارض بنجمع فيها مياه الامطار وبعد كده بنسقبها الحدائق اللي بتبقى مجاوره او موجوده في الحيز اللي فيه المبنى بتاعي. استخدمنا خلاطات موفره للمياه ومرحيض ذات تدفق مزدوج وخلاطات او اي، استخدمنا اكتر من حاجه قدرنا بيها نحقق جزئيه الاستدامه في المبنى، التهويه الطبيعيه للمبنى. وجزئيه التهويه الطبيعيه دي جزئيه مهمه جدا، لان انا لما بعمل لو حبيت ان انا اعمل تهويه ميكانيكيه للمبنى
طيب انا عشان اعمل تهويه ميكانيكيه للمبنى انا بجيب مراوح. طيب المراوح دي عايزه ايه؟ انيشال كوست ثمن شرائها، رانينج كوست ثمن تشغيلها، عندنا ثمن صيانتها الدوريه، ثمن صيانات الاعطال، تمام. فانا لما اجي اقول لحضرتك انا عملت تهويه طبيعيه وركنت انا المراوح ووفرت كل الحاجات اللي انت هترهق جيوب العملاء بتوعنا، سواء العملاء دول ايا كان بقى جهه حكوميه بقى جهه خاصه الى اخره، فده طبعا شيء قوي وشيء كويس جدا وبيبان لما بتيجي انت تعمل حصر للكميات وتيجي تطلع القسط بتاعك والتكلفه بتاعتك، فبتلاقي شيء بفضل ربنا سبحانه وتعالى شيء مفرح. عندنا طبعا قلنا لحضراتكم استخدام مياه الامطار لري اشجار الحديقه، طبعا خزانات بتبقى تحت الارض بنجمع فيها مياه الامطار، بعد كده بنرفعها ببام بمضخه ونوزعها في الحديقه المجاوره للمبنى بتاعي. استخدام نظام صحي موفر للمياه، عمل البلومنج، استخدمنا لمبات الليد لتوفير الكهرباء. طيب فوائد البيم بالنسبه للطالب، هو في فوائد بيم بالنسبه للطالب؟ طبعا حضرتك هاتي فوائد البيم بالنسبه للطالب ما تلاقيش كتاب كاتبها اصلا، او ما تلاقيش حد ممكن يكون اتكلم فيها الا اذا كان طالب واشتغل في الموضوع فعليا. فده اللي هنقوله، الكلمتين اللي هنقولهم او البندين دول بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ده من تعاملنا الشخصي ومن حياتنا العمليه في المشروع، تمام، باتفاق مع عدد كبير جدا من افراد الفريق اللي اشتغلوا معانا، التشجيع على العمل الجماعي والتعاون بين افراد المشروع. انا بقدر ان انا اتعامل بشكل كويس مع الاطراف اللي معايا في المشروع بتاعي ايا كان تخصصهم، بقدر ان انا استقبل منهم المعلومات، بقدر ان انا يبقى بيني وبينهم تعاون وتبادل مشترك. الفايدة الثانية مهارة التواصل وتنميتها، ان انا ازاي اتواصل مع الناس، تمام، لان يعني مش كل الناس اللي انت هتتعامل معها في المشروع نفس تفكيرك، مش كل الناس نفس طباعك، طبعا بتلاقي ناس مختلفة، وتعاملك مع الناس دي مع الوقت بتكتسب مهارات ازاي تتعامل مع الناس، وتوصل لمرحلة اللي انت تفهم الشخص اللي قدامك وتفهم اللي هو عايز يقول ايه، بتفهم ايه اللي بيريح الشخص ده. دي بتبقى مهارة من المهارات القوية جدا ان انت تكتسبها، ده بيبقى شيء قوي بالنسبه لك. اكتساب مهاره التعامل مع المشكلات، يعني احنا المشكلات الفيرجن ده كانت مشكله، طب احنا ما معناش فلوس نشتري برنامج من اوتوديسك، طب نعمل ايه؟ طيب حاجات كده كتير بدانا ان احنا ده مشروع اول مره يتم في الجامعه، طب ما فيش زمايل لينا نروح نسالهم انتوا عملتوا ايه في الجزئيه دي او الجزئيه دي؟ طيب دي طبعا كلها تعتبر الى حد ما من المشكلات بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قدرنا نتخطى المشكلات دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لو كان في اي مشكله وقفت ما كناش ظهرنا قدام حضراتكم دلوقتي حقيقه. معرفه اهميه التخصصات بالنسبه لتخصصك، عرفت قيمه الناس اللي شغاله معاك، عرفت زي ما قلنا لحضراتكم قيمه القسم، عرفت قيمه المعماري، عرفت قيمه الانشائي، عرفت قيمه الالكتروميكانيك سواء اللي هو ميكانيكا او كهرباء، عرفت قيمه الناس دي، عرفت ان الناس دي لو واحد فيهم تسبب في مشكله ده بيكون مردودها على الجميع مش عليه هو بس، تمام، ودي طبعا بيخليك انت بتقدر الاخرين وبتقدر ذاتك في نفس الوقت، بتقدر ذاتك، عارف ان انت مهم بالنسبه للناس دي والناس دي برضو مهمه بالنسبه لك، عارف ان انت انا مثلا كمهندس ميكانيكي عارف ان التخصص بتاعي مهم جدا بالنسبه لزمايلي او بالنسبه لافراد فريق المشروع بتاعي، وفي نفس الموضوع هم كلهم بتخصصاتهم المختلفه مهمين جدا بالنسبه لي، وبدونهم ما اقدرش ان انا اوصل للمشروع بالمستوى اللي انا عايزه. تقدير الذات والاخرين من افراد المشروع، انت بتقدر الناس وبتقدر ذاتك وعارف قيمه نفسك وقيمه اللي حواليك. معرفه ما لك من واجبات وما عليك من حقوق، ما قلت لحضراتكم ان انت بتبقى انا عارف انا مثلا جزئيه التقسيم المعماري ده خلاص ده عماره خلاص الموضوع منهي، تمام. طيب حساب الاحمال الحراريه ده ميكانيكا، الكهربيه ده كهرباء، طب انا عايز اعرف ارتفاع حصل. على فكره مشكله برضو معانا من الحاجات اللي بتبين اهميه تقنيه البيم، وقد ايه تقنيه البيم دي تقنيه جميله جدا، ان انت وانت بتتعلم بيم البيم بيعلمك، تمام، انت بتتعلم بيم البيم بيعلمك. على سبيل المثال كنت انا قاعد انا وباشمهندس اسلام، كنا كل فتره كده كنا كل اسبوع بنقعد مع بعض
طيب انت وصلت لايه يا باشمهندس في الشغل بتاعك؟ طيب انا عملت كذا، بنفتح المشروع وبنبدا نتفحصه بصريا كده شكل ثلاثي، شكل ثلاثي الابعاد على برنامج الريفت ثري دايمنشن. وبعدين لاحظت كده حاجه انا يعني لاحظتها كده، فبقول له يعني يا باشمهندس دلوقتي الاسلام انت عندك هنا المدرج تمام طالع كده بميل تمام، البنجات بتاعته اخر بنج، لو واحد وقف على اخر بنج دماغه هتخبط في السقف. قال ازاي؟ قلت له صدقني طب جرب كده. خدنا سيكشن شفنا البعد، لقينا فعلا الموضوع زي ما احنا توقعنا. طيب ايه المشكله؟ طيب لازم ان احنا نرفع السقف السيلينج شويه، طبعا ما ينفعش. طيب هننزل البنجات برضو ما ينفعش لان دي نظريه تمام. انا ما اجيش انا بقى احل مشكله العب لي في نظريه معماريه مثلا او العب لي في حاجه ثابته، ما انا دي كده مش حل المشكله. حل المشكله بتاعت ان انا بحلها تماما، ما اجيش ان انا احل مشكله اخلق مشكله ثانيه، ده مش حل. طيب بفضل ربنا سبحانه وتعالى قعدنا نفكر، وباشمهندس اسلام توصل لحل جميل جدا ان احنا نخلي كل بنجين على سلمه واحده بدل ما كل بنج على سلمه. وبعد كده كان فيه مساحه فراغ ورا في المدرج، وكان يعني استفدنا بيها بشكل كويس جدا. فدي حاجه تعتبر احنا اكتسبنا خبره. طب انا ليه اصلا ناقشته؟ هنا السؤال، انا ناقشته وانا عماره، انا مش عماره انا ميكانيكي. طب ازاي ان انت قدرنا نلاحظ حته زي دي، او قدرت ان انا ممكن اخد بالي من حاجه معينه تمام، واقول له ممكن دي فيها حاسس ان فيها حاجه او كده، فبدانا ان احنا نتناقش فيها. زي ما قلت لحضراتكم البيم يعني مش لازم ان انت تكون البيم بيخليك كده، في حاجات منطقيه وحاجات بتشوفها بمجرد الرؤيه زي ما بتقول كده سنس كده، او عندك بيجي لك احساس ان الحاجه دي فيها حاجه غلط فيها مشكله تمام. وده من مميزات ان انت تشتغل على موديل 3 دايمنشن، انت بتبقى شايف حاجه في 3 دايمنشن قدامك. ده طبعا لو كنا شغالين على الكاد 2 دايمنشن ما كناش شفنا الكلام ده، لو احنا بننفذ بقى والدنيا بتخبط في بعضها تمام، وكان هيبقى فيها مشاكل كبيره جدا. انما احنا لسه ما حطيناش طوبه في ارض الموقع، وقدرنا ان احنا نشوف في ارض المشروع، وقدرنا ان احنا نشوف ايه المشكلات، وقدرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى نحلها، وقدرنا ان احنا نحلها بدون ان احنا نتعدى على تخصص اخر، او ان احنا نتجاوز مثلا مع نظريه معينه او مع قانون معين وخلافه. من الحاجه المهمه جدا 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 واللي هختم مع حضراتكم بيها، وضع الطالب في بيئه عمل فعليه كمحاكاه لواقع سوق العمل بعد التخرج. انت في سوق العمل بعد التخرج، اللي تم او اللي احنا عملناه في المشروع ده اللي بيتم في سوق العمل بشكل مباشر. مهندس مجموعه من المهندسين يبداوا يقعدوا مع بعض، نبدا نتناقش هنعمل المشروع ده ازاي، كل واحد عارف شغله، بنبدا ان احنا ده بيخلص بيسلم للي بعده، وده بياخد من ده، وده بيدي لده، بيبقى فيه تنسيق، بيبقى فيه تنظيم، بنبدا ان احنا نطلع المشروع بتاعنا على جوده واعلى مستوى. وده شيء جزئيه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا مثلا لو احنا عندنا في بن اريبيا فرع المنصوره عندنا طلبه بيخشوا لنا من اولى قسم، الطالب اللي بيخش من اولى قسم ده لو عمل ثلاث مشاريع مشتركه مع الاقسام الثانيه ده شيء كويس جدا، خبره يعني ده هيبقى خبره ثلاث سنين في حاجات زي كده. ده طبعا بيدخل الشركه تلاقيه طاير في الشركه كده ما شاء الله شغال وعمال بيتواصل مع الناس والدنيا تمام، غير واحد كده نفس سنه التخرج بتاعته بس مش عارف حاجه في اي حاجه، تلاقيه مشتت مش عارف يعمل ايه، تلاقيه الدنيا معاه بايظه. فتيجي تلاقي اثنين خارجين من نفس متخرجين من نفس السنة الدراسية، ممكن التاني يبقى أفضل منه في التقدير، بس ده اشتغل على نفسه خد خبرة، فلما بيقعد أصلا في انترفيو بيبقى واثق من نفسه. ليه بقى؟ لأن المعلومات ترسخت عنده، ما بيجيش كده بعد ما بيخلص بيقعد يروح جايب الكتابين ويروح ماسك نفسه عصر نفسه مطبق يومين ويروح الانترفيو، يروح بتاع الانترفيو خبطه كده كلمتين ينرفزه اللي في دماغه طار يلا مع ألف سلامة. لا، راجل بقى له ثلاث سنين مضغوط شغال فاهم واخد باله ايه اللي بيحصل، بيتعاون مع ده بيتعاون مع ده، شاف شخصيات كتير شاف ناس كتير، قدر ان هو بعد كده لما بيطلع بره بتحس ان الراجل ده جاي من شركه اصلا كان شغال في شركه تمام. نفس الموضوع برضو بيبقى هو بيخش مثلا احنا نشتغل على فيرجن كام اللي هو الفيرجن مهم، الفيرجن مهم، الاصدار مهم، احنا اشتغلنا قبل كده في مشروع كنا احنا مجموعه من الزملاء وحصل مشكله بسبب 1 2 3، فبالتالي ده بيبقى حاجه قويه جدا بالنسبه له. ده بعض الشركات بتحاول ان هي شركات التدريب او بعض الكيانات بتحاول ان هي تعمل تطبق الجزئيه دي، هي الجزئيه دي صعبه ان انت
تبدأ إن أنت تجيب مجموعة من الناس وتبدأ تدربهم ومن تخصصات مختلفة، بتبقى قوية جدا جدا في الجامعات لتوفر أصلا موجود الطلبة عندك جميع الأقسام، والطالب بيبقى شغوف عايز يتعلم، عايز يشوف، تمام، عايز يشتغل مع زمايله. فبيبدأ إن إحنا نطبق حاجة زي كده، إن إحنا نعمل بيئة عمل فعلية كمحاكاة لواقع سوق العمل. أفضل مكان نقدر نطبق فيه هذه الجزئية هي في الجامعات المصرية، أو في الجامعات بشكل عام، مش شرط الجامعات المصرية بس، الجامعات بشكل عام لتوفر كتير جدا من الامتيازات. بس في جزئية معينة عايزين نركز عليها، أهم من إنك تتعلم، أنت تتعلم منين وبتاخد معلوماتك منين، دي شيء مهم جدا جدا جدا. يعني احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ننسب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى والانجاز اللي احنا عملناه البسيط والمتواضع ده لمؤسسة بن اريبيا وباشمهندس عمر سليم اللي ما كانش بيتاخر عني في حاجه حقيقي، يعني ما تاخرش عننا في اي حاجه اطلاقا، تمام. فطبعا عشان احنا نعمل حاجه كويسه ونقدر ان احنا نأدي بشكل كويس، نبدا ان احنا لازم يكون معانا حد خبره، حد فاهم يقدر يوجهنا بشكل صحيح. شاكر جدا لاستماع حضراتكم، واتمنى تكون المحاضره عجبتكم، واي حد عنده سؤال سواء ليا او للاستاذ الزملاء احنا تحت امركم. خالص شكري لكم جميعا، خالص شكري لاستاذي مهندس عمر سليم ودكتوره شيماء، خالص تمنياتي لحضراتكم جميعا بالتوفيق. جزاكم الله كل خير باشمهندس محمد، باشمهندس اسلام، باشمهندس محمد عزت، الله يكرمكم. لو اي حد عنده اي سؤال يتفضل، واتمنى ان شاء الله قريب يكون في مجموعات في بقيه الجامعات، وان شاء الله قريب برضو كينج ماري تكونوا عملوا حاجه ونبدا نعرضها برضو. ولو اي واجهتهم اي مشاكل الشباب موجودين يقدروا يجاوبوا على الاسئله. اتفضل يا باشمهندس. لو احد عنده سؤال بس يعمل راس هاند عشان ايه يتكلم. مش محمد صوت مش واضح. في احد عنده اسئله؟ الو، في احد عنده اسئله؟ طبعا من الحاجات الجميله في موضوع البيم ان الاقسام كلها بتتعاون مع بعض، يعني ما بتلاقيش المعمار لوحده غير الانشائي غير الكهروميكانيكال، ده ساعات كان بيحصل مع اسلوب الاتكاد، بينما المفروض تيبيكال زي بعض، يعني جسم الانسان هو زي المبنى، جسم الانسان الانسان خلق الله، الانسان بناء، الانسان بناء الله، يعني في العهد الجديد. فانت لما تيجي تبص على الهيكل بتاع الانسان هتلاقي العظم دي هو ده نقدر نقول دي الاعمده الانشائيه او الحاجات الانشائيه، هتلاقي الجلد ده هو الفساد او الواجهه المعماريه، هتلاقي الدم ده هو البلامنج او الميه والصرف والحاجات دي، يعني هتلاقي فيه سوائل موجوده، هتلاقي فيه الهواء اللي هو في التنفس وكده. فما ينفعش مثلا تلاقي الهيكل العظمي في حته والجلد في حته زي ما كان بيحصل في المباني، فهي كتله واحده. تمام، المحاضرة مسجلة وإن شاء الله هنرفعها على اليوتيوب بإذن الله، وموجودة برضو على الفيسبوك. تمام؟ طيب في أي حد عنده أي سؤال؟ طيب أتمنى دكتورة شيماء كانت تشرفنا بمداخلة تحمس بتوع كينج ماريوت. اتفضل يا دكتورة، مفتوح مفتوح، اتفضل. السلام عليكم. عليكم شكرا يا باشمهندسين، والله يعني المحاضره جميله، واكتر حاجه يعني شدتني بصراحه، اكتر حاجه بصراحه رائعه فيكم هو التعاون المشترك ما بينكم في المشروع. وبصراحه التقديم جميل جدا وسلس ومفهوم، وعذرا يعني ان شاء الله هنبدا الشغل ان شاء الله بعد فتره الامتحانات علشان نبقى بكامل قوه الشباب يعني كل المستويات. عذرا بس الاسبوعين دول يعني يمروا، بس كده او كده في شباب برضو بتتدرب على برنامج الرابط معانا، فيعني اتمنى ان تكونوا بس سبورت ليهم علشان لو اي مشاكل عندهم سواء معماريه انشائيه، فاكون شاكره لحضراتكم جدا يعني. الله يكرمك.
طيب في أي حد عنده أي سؤال أي استفسار أو أي مداخلة؟ باشمهندس نجوى مش موجود. طيب في أي حد عنده أي حاجة أي أسئلة؟ في سؤال اي حد لو حد حابب يجاوب عليه، هل تم تطبيق البعد الرابع والخامس للبيم في المشروع دوت ولا لا؟ لا هو حضرتك عشان احنا نطبق بيم كامل هنطبق البعد الرابع والخامس للبيم، احنا حاليا لسه في مرحله تفنيش كده اخيره وشويه فيديوهات وشويه حاجات باذن الله هنعرضها لحضراتكم في الفتره القادمه باذن الله تعالى، هيبقى فيها البعد الرابع، هيبقى فيها بعض السكيدولز المعينه، ويبقى فيها يعني ان شاء الله تكون التكمله، ويكون هنعلن عنها بعد ما تتم باذن الله، هيكون في عدد من مجال الديم اريبيا هننوه عنه باذن الله تعالى، هيكون كل الابعاد اللي احنا اشتغلنا بيها، بس اكيد باذن الله البعد الرابع والخامس للبيم واستخدامنا البرنامج النافيس وركس ده شيء طبعا مفروغ منه، بس باذن الله لسه لما نجهز الفيديوهات بتاعته والداتا بتاعته باذن الله هننزلها على قناه بيم اريبيا. اعتقد ان كان في جزء خاص بالبعد السادس او السابع فعلا السستينابيليتي، استخدمنا فعلا السستينابيليتي حضرتك، احنا قلنا من مميزات المشروع استخدمنا السستينابيليتي في ان احنا توفير مياه الامطار، تمام، التهويه الطبيعيه، ان احنا استخدمنا مراحيض مزدوجه، خلاطات المياه، لمبات ليد، حاجات كده استخدمناها بتدعم بتخدم السستينابيليتي الاستدامه، فده البعد السادس فعلا احنا طبقناه وسعينا فيه فعليا. تمام. اعتقد ان هو في، هل في اي علاقه بجزء الاتصالات؟ في طبعا في علاقه بالذكاء الاصطناعي، تمام، بس للاسف باشمهندس محمود منير اللي شغال معانا في الجزئيه دي عنده امتحانات الفتره دي، فبالتالي ما قدرش ان هو يفرغ وقت خالص انه يكون معانا، بس ان شاء الله نتمنى ان احنا يكون في لقاء قريب باذن الله ونقدر ان يكون المشروع بشكل متكامل، نبدا ان احنا بقى هنتكلم عن البعد الرابع والخامس، ويكون في فيديوهات جاهزه من على برنامج النافيس ووركس باذن الله تعالى، كل ده ان شاء الله هنبقى مجهزينه باذن ربنا سبحانه وتعالى الفتره القادمه باذن الله. تمام. طيب انا عندي البيم كوردينيتور معايا في المشروع اسمه استاذ حسن، هطلب منه بس مداخله سريعه كده، هو لسه داخل معانا. السلام عليكم استاذنا. استاذ حسن هو اشتغل فتره طويله جدا بالاوتوكاد وبالسكتش اب ومستمتع جدا، وحاليا شغال في الريفت، فانا عايز اقول لكم مدى استمتاعه بالشغل في الريفت. تمام. اتفضل حاج حسن. حاج حسن اتفضل. او تقريبا في مشكله في الزوم. حضرتك يا باشمهندس عمر، هو بالنسبه للاستمتاع بالريفت، حضرتك انت من الناس اللي وضعت الخطه التدريبيه لتدريب الطلبه في جامعه المنصوره، وتفضلت مشكورا، وضعنا جزئيه كده في الاوتوكاد، تمام، ان احنا نضرب الناس اوتوكاد قبل ما ندخلهم على الريفت. انا واحد من الناس حقيقه، انا كنت شغال اوتوكاد، تمام، انا بقالي فتره كبيره جدا ما اشتغلتش اوتوكاد خالص، يا دوب ان انا بس بعمل بعض الحاجات كده لو انا حبيت اعمل فاميلي او حاجه وحبيت اجيب بروفايل اعمله على الاوتوكاد بس، لا اكتر ولا اقل. فعلا يعني هو الواحد لما بيشتغل ريفت ما يعني نادر جدا لما بيروح للاوتوكاد حقيقه من سلاسه البرنامج، ويعني الواحد بيبقى مستمتع فعلا وهو شغال على برنامج ريفت، وده من الاسباب اللي خلتني ان انا بقالي فتره ما اشتغلتش على برنامج الاوتوكاد. فبالتالي لازم ان احنا قبل ما ندخل الطالب
على الريفت. وفضل زي ما حضرتك تفضل. طيب في اي حد شغال ريفت او كان شغال بالكاد وبعد كده قلب ريفت واستمتع بالموضوع؟ في أي حد عنده أي سؤال في خصوص المشروع ده؟ طيب إن شاء الله تبدأوا في مجموعة تطبق الحاجة ونبدأ نشوف لو في أي مشاكل واجهته ونتكلم مع بعض. هو باشمهندس عمر ممكن سؤال بس للناس بتوع كينج مايلو؟ اتفضل. باشمهندس اتفضل. هو في حد هناك كهرباء ولا كلهم اتصالات بس؟ هو وهل بتوع الاتصالات يعرفوا حاجة عن اللايت كارنت والسي اس تي في والداتا والساوند سيستم والفاير الارم؟ اعتقد ما فيش حد كهرباء غير حضرتك. تمام. المشروع هناك هيشتغلوا من غير كهرباء ولا حاولوا اوفر لهم ناس من المنصورة؟ احنا معانا ناس بتتدرب لسه. طيب حد من كينج مايلو تقدر يجاوب؟ هو ممكن دكتور شيماء تقول لنا هل محتاجين حد كهرباء ولا مش محتاجين؟ والناس بتوع الاتصالات هيقوموا بجزء اللايت كارنت هناك اللو كارنت اللي هناك ولا نوفر لهم حد برضه؟ هما لسه ناس بتتدرب وكده فهيبقوا مع بعض يعني نفس المستوى. او هما لو هيعملوا مشروع من غير الجزء ده هو مش عارف ازاي بس اللي يناسبهم يعني. إذا تقدمت يا باشمهندس أزلت عندي بس مداخلة بسيطة جدا. في كينج ماريوت اتصالات تمام قسم فيفيدهم جزء الذكاء الاصطناعي. مهندس محمود منير ممكن يدخل معهم وعشان هم يطبقوا بيم كامل تمام بحيث ان هم يستفادوا ويعرفوا التخصصات التانية عشان كده ما يبقوش منعزلين عن الكهرباء وعن الميكانيكا يعني كده يبقى منعزل تمام فبالتالي ما هياخدش الخبره الكافيه او ما يستفيدش الاستفاده الكافيه تمام فاحنا ممكن ان احنا نكمل معاهم المشروع ناس من عندنا يخشوا معاهم يبقى تطبيق وتدريب لهم مع بعضهم بحيث ان هم مثلا لو في عندهم نقص ناقص ندخل احنا من عندنا من المنصوره بحيث ان الناس تقدر تستفاد اكبر استفاده ممكنه ويعرفوا ايه يعني يقدروا يستفادوا من الاقسام الثانيه ويعرفوا بحيث ان هم يطبقوا الشيء بشكل يعني بشكل متكامل بمعنى الصح. تمام مفيش مشكله. هو جزء الكهرباء في اي شغل هيبقى جزئين جزء الباور اللي هو الاضاءه والسوكت وده شغل مهندسين الكهرباء والحاجات اللي فيها احمال. مهندسين الاتصالات بنعزهم لو في ذكاء صناعي زي ما انت بتقول. السلام عليكم. باشمهندس عمر
ايوه اتفضل يا استاذنا، احنا عايزين بس نسالك سؤال. شغال فعلا في البيم، ايه شعورك وانت شغال؟ او لو احنا قلنا لك كده غلسنا عليك وقلنا لك ارجع اشتغل شويه كده اوتوكاد، اتفضل. بتبقى حاجة تحس إن أنت متكتف جدا، بتبقى الأفكار اللي سيطرت عليك خلاص، بتاعة البيم سيطرت عليك، بتاعة الريفت بمعنى صح سيطرت عليك. دي برغم إن أنا بقالي حاجة وعشرين سنة شغال كده البيم، طبعا قلت يعني يا ريتني كنت اتعلمت البيم ده من فترة، من الريفت ده من فترة طويلة جدا. لكن في حاجات بتقابلني كنت بلاقي بتاخد وقت مني أطول لما أجي أشتغل كده، انما قلت يا لو هو كان ساعتها موجود كان ممكن عليا يوفر وقت طويل جدا. جيت اتعرضت للموقف ده بعديها بكام يوم، واضطريت ان في الموقع او في المشروع نشتغل كاد، فحسيت ان انا متكتف جدا، حته ان انت تبقى بتطلع حاجه وبتبص على المشكله بسرعه وبتبص هنا بسرعه، بقيت عمال اخد وقت، عمال ادور هنا وافتح هنا وافتح هنا وافتح كذا حاجه عشان اطلع المعلومه. انما انا كنت في ريفت بعمل على طول 3 دي وابص اشوف المشكله هنا، لا خلاص واعرف احلها واتصل بزمايلي، لا بصوا هنا في مشكله ما. انما كده حاسس ان انا متكتف، او واحد ادمن وعايز يرجع للي هو كان فيه يعني. بس رغم ان انت حضرتك يعني بروفيشنال في الاوتوكاد وفي السكتش اب، ويعني ما شاء الله خبره كويسه، بس لقيت الموضوع منطقي اكتر او كده. حضرتك بص حضرتك انا البروجكت كوردينيتور بتاع المشروع. تمام. انا كان دايما بتقابلني انا او انا حابب شغلانه تخش شغلانتي، لان دايما بتبقى عندك انت لما بتعمل حاجه وتيجي تطبقها هي دي المكافاه اللي انت بتاخدها سريعا، لان شفت الحاجه بسرعه قدامك بعينيك. وكانت مشكلتي ان انا ال 3 دي، يعني كان نفسي جدا ان ال 3 دي هيخليك تتخيل اكتر وتوصل للكتله اسرع. فكان عشان كده كنت خدت سكتش اب، فكنت دايما احب سكتش اب لان كان بيوصل لي الكتله بسرعه جدا. فلما جيت ريفت اتعلمته لقيت له دمج لي بين الاثنين، بين الحاجه اللي انت كنت تعلمها وبتحبها اللي هي 2 دي والسكتش اب اللي انت كنت فرحان بيه اللي هو بيوصل لك بسرعه للموديل، لقيت ان الريفت وصل لك الاثنين وبسرعه تمام، وبنفس المجهود اللي بتبذله. بدل ما كنت ببذل مجهود هنا واخده احوله لهناك وبعد كده احوله، لا ده المجهود اللي انت بتعمله هنا هو مره واحده وبتلاقي نتيجته على طول. محاضره 5 دقائق بس من غير ما اطول عليكم يعني. الف شكر حضرتك، الف شكر حضرتك، متشكر جدا. الف شكر لك يا استاذنا الفضل. باشمهندس سعد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا كنت يعني راجع في الطريق من القاهره وفي العربيه، ومع ذلك برضو سمعت المحاضره، بس للاسف النت قطع بعد حوالي 35 دقيقه كده. فأنا بصراحة عاوز أقول لك حضرتك يا باشمهندس عمر إن أنا سعيد جدا بالمجموعة دي، وبنشكر حضرتك جدا إن حضرتك بتكون جيل جديد بفكر جديد في يستخدم البيم. أنا أعتقد إن كل الجروب اللي هم عرضوا طلبة بتاعي مش كده؟ آه تمام، كلهم طلبة ولا خريجين؟ لا كل الفريق طبعا. يعني انا سعيد بيهم جدا جدا. انا تعاملت مع جامعه المنصوره وكنت مع المهندس الدكتور عابد والدكتور ثروت سرحان، نظمنا محاضره في المدرج الكبير في مدني هناك في جامعه المنصوره نفسها. والنهارده بصراحه اللي انا شفته شغل بروفيشنال وشغل على مستوى عالي. ان شاء الله ولادنا دولت لما يتخرجوا باذن الله هيلاقوا شغل من اول يوم بالصوره اللي انا شفتها دي، لو استمروا على كده يعني باذن الله ما يتخافش عليهم. يعني احنا من الجيل القديم، انا المهندس عادل توفيق رئيس قطاع في المقاولين العرب وخريج عام 85 جامعه اسكندريه. عاوز اقول لحضراتكم ان احنا كان ايامنا طبعا اللوح الورقية اللي كنا بنقعد ننكفي على اللوحة بالست ساعات عشان نرسمها، ما كانش لسه حتى الكاد يعني ظهر. ما كان كلية الهندسة في جامعة اسكندرية كلها كان فيها كمبيوتر واحد، والكمبيوتر ده كانت إمكانياته ضعيفة جدا. يعني كان وسيلة الإدخال بتاعته زي ما انتم شايفين كده، كيبورد
لا كان الادخال ايه، في غرفه قبل غرفه الكمبيوتر تخشها وفيها مكنه زي الاله الكاتبه بتحط فيها كروت ورقيه، الكروت دي بتثقبها الاول عشان تثقب مجموعه مثلا 38 كارت عشان تعمل معادله من الدرجه الثانيه. وبعدين بعد ما تثقب الكروت تدخلها بقى على الكمبيوتر، الكمبيوتر يحول الكروت الورقيه بالثقوب اللي عليها الى لغه ال01 ويحولها الى ايه، وبعدين يطبع لك ورقه بقى عشان ايه انت حليت معادله من الدرجه الثانيه. يا سلام ايه السعاده، ايه كان لسه الكمبيوتر بدائي جدا جدا يعني. فاحنا انتوا دلوقتي في ظروف احسن بكتير قوي من اللي عشناها، وبنشكر المهندس عمر ان هو بيتيح لحضراتكم فرصه التعامل مع البرنامج البيم والريبت. يعني انتم هتبداوا من حيث انتهى الاخرون، فارجوكم امسكوا في التجربه ديت وتواصلوا بيها، وباذن الله يعني ما تقلقوش جدا على مستقبلكم اطلاقا. تجربه مفيده قوي، وانا سعيد طبعا بالشغل اللي انتم عملتوه، شغل راقي وعالي جدا على الرغم ان في بعض الملاحظات، الا انه شغل كبدايه ممتاز جدا جدا يعني. وبشكركم وبشكر المهندس عمر، وبكلمكم عشان ايه تستمروا على الدفعه دي، وباذن الله مستقبل باهر ان شاء الله. شكرا للمهندس عمر على اتاحه الفرصه. الف شكر لحضراتكم استاذنا الفاضل. ان شاء الله احنا متفقين مع الشباب ان هم هيكمل مع بعض البعد الرابع والخامس والسادس والسابع ان شاء الله، ونبدا نطلع شغل كويس في الفاسيلتي مانجمنت وفي الاستدامه وفي تقدير التكلفه وفي اضافه البعد الزمن. فالحاجات دي كلها ان شاء الله هنشتغل عليها بقوه، وزي ما طلع كلاشات وكل الحاجات دي ان شاء الله السنه دي باذن الله خلاص. في بس بعض الناس سالت اسئله، هنشرح الله يكرمك استاذنا على راس الفاصل. الله يكرمك. في حد كان سال سؤال، هو هنشرح الريفت ولا لازم يكون عندنا علم مسبق بيه؟ لا بالشرط يكون عندك علم مسبق بيه. احنا في فيديوهات مسجله قبل كده هنبعتها لكم، لو حد ما عندوش فيديوهات يقول لي وهبعت له فيديوهات، واي حاجه تقف قدامك هنسجل فيديوهات، والفيديوهات دي هتبقى متاحه برضو للناس اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله. ففي فيديوهات موجوده مش هنكررها، وهنتفق مع الناس هنعمل لكم مشروع واثنين وثلاثه ونسجل لكم الفيديوهات بتاعته، بحيث اللي عايز يبدا لو حد عنده نقص في لوحه اوتوكاد، اللي عنده نقص في 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 فاميلي معينه في الريفت يقول لنا وان شاء الله هنعملها لكم. تمام. المهم الناس تبدا تشتغل بايديها، حتى لو عندك مثلا مبنى صغير يعني تكسر الرهبه بينك وبين الريفت، حتى لو عملت غرفه واحده بس كده من اولها لاخرها، تشتغل مع زميلك فيها، هو معماري انت انشائي، المهم ان انتوا تطلعوا حاجه بايديكم وتشتغلوا فيها بشكل قوي، وهتحس بفرق كبير جدا لما تشتغل بايديك. انا لو انا شغال في شركه وقالوا لي هنرجع كاد، هقدم استقالتي واروح اي مكان تاني، لان بحس ان انا بضيع جهد كتير جدا والشغل هيطلع مش مظبوط. فاحنا تحت امركم في اي حاجه تمروا بيها، سواء مثلا عايزين مشروعيه، عايزين شرح فيديو، لو حد وقف قدامه حاجه تاني يوم هتلاقي الفيديو متسجل واتبعت لك، او ندخل زوم ونحل المشكله ان شاء الله مع بعض، بحيث ان الناس ما تعطلش. وعايزين ان شاء الله الجيل اللي جاي يبقى عارف حاجات حلوه كويسه، ويبدا يطور القطاع، ويبدا يستفاد من خبره الناس اللي قبليه، لان هم اعلم مننا. يعني انا لما بروح شركه والناس الكبار دول على راسي من فوق، مش شرط ان هو اتعلم ريفت، هو عنده خبره اكتر مني بكتير فيقدر يفيدني بيها، وبنتعاون مع بعض. مش معنى ريفت ان انا اهمل كل الحاجات اللي اخذتها في الكليه، او اهمل المعلومات اللي انا باخدها في الشغل، لا، لازم ادمج الاثنين مع بعض. دي اداه بتفيدني في شغلي وتوفر عليا وقت. جزاكم الله كل خير، وان شاء الله في محاضره قيمه النهارده برضو للمهندس ايمن انديل الساعه 8 بتوقيت مصر، فاتمنى الناس تشرفنا، وشكرا لكم جميعا. واي حد عنده مشكله في اي جامعه حد يعني هتلاقوا المنصوره، وبعد كده ان شاء الله كينج ماريوت بيتعاونوا معاكم ان هم يطلعوا شغل كويس باذن الله. شكرا لكم جميعا، وانا سعيد جدا بالاستماع لكم. الف شكر.